اهلا ومرحبا بكم مع مهند غلام 050-516-3525 من بن حمودة للسيارات. اليوم هنقدم لكم سيارتنا ال 2020 من الترافيرس ال 3LT الاول ويل درايف. خلينا نشوف مواصفاتها من الداخل. السيارة ترافيرس هي موديل نزل في 2018 بشكل جديد، نازلة طبعا بماكينة 3.6 وفي 6 طبعا، 9 سرعات اوتوماتيك و 310 حصان. الفئة اللي قدامنا هي اسمها 3LT All Wheel Drive مع Leather Seats. في عندنا التشغيل عن بعد، الإضاءة بتاعتها كلها LED، الكشافات الضبابية الأمامية والخلفية، رنجات 20 تمام. اللون اللي قدامنا ده اسمه Satin Steel، هو لون معدني رمادي بيتغير حسب الإضاءة. لو احنا معنا في التصوير هيبين تغيير اللون حسب الإضاءة اللي نازلة عليها تمام. هنشوفها من ورا، شكل السيارة من ورا LED كامل طبعا، الكشافات الضبابية بتاعتها الأمامية والخلفية، دول اكزوست. في عندنا 5 كاميرات 3D بتسع فيوز، يعني هنقدر نشوف حوالين السيارة 360 كامل. ده لون الكراسي الداخلية، هو رمادي تمام. في عندنا فتحتين سقف، مون روف ورا للركاب الخلفيين، وسان روف امامي. في عندنا طبعا مكيف لكل الركاب عند كل راكب، في ايرباج وفي فتحة USB. ده شكل التابلو من الامام. تمام، الشاشة متحركة وفيها بلت ان نافيجيشن، وفيها طبعا الابل كار بلاي والاندرويد اوتو. اهم ميزة في السيارة اللي قدامنا هي ان احنا نقدر نركب ركاب كبار في الصف الاخير تمام، بدون ما نخسر الدبه. زي ما انتم شايفين الدبه حجمها قد ايه ورا، ما شاء الله كبير. وطبعا هي الدبه اوتوماتيك تتحرك بالريموت او تفتح بالريموت وتقفل من قدام او بالريموت حسب الاستخدام تمام. في عندنا نقاط العمياء اللي على المرايات كمان باينه هنا. كرسي السائق والراكب بيكونوا متحركين اوتوماتيك. ده شكل الشاشة تمام. بيكون في منها اول ويل درايف وفرونت ويل درايف. لو انتم شايفين الستيرنج، هي تعتبر اكبر سيارة عائلية في فئتها من حيث عدد الركاب وحجم الركاب والدبة الخلفية بتاعتها. مرة تانية معكم مهند غلام 050-516-3525 من بن حمودة للسيارات في أبوظبي، منتظرين اتصالاتكم وتعليقاتكم على السيارة الترافيرس بالعروض تبع تصفية 2020. أهلا بكم.